خلصت خلاص ايام اللعب بقى والاجازه ودخلنا في الجد. قول لي بقى عملت ايه في الاجازه؟ رحت اكوا بارك، قاعد على التليفون والتمارين والبلاي ستيشن وكده. ورحت الساحل، كنت بتفرج على التليفون وسافرت اسكندريه. بتتفرجي على التليفون طول الاجازه؟ لعبت ورحت المصيف، رحت مرسى مطروح. شكلك اتبسطتي هناك، واخده تان تحفه. قعدنا بقى واتفسحنا وكده. وبعدين بيومين رحت دهب، سافرت وقابلت اصحابي هناك. ده انت كنت مقضيها بقى في الاجازه. اتصاحبت يعني مع كلاب. صاحبت مع كلاب؟ طب هما البني ادمين اثروا معاك في ايه؟ ايه كنت مخطط تعمله من بدايه الاجازه وانجزته؟ ولا مفيش حاجه كنت مخطط لها ولا ايه؟ ان انا كنت هسافر اسكندريه اقعد شهر، وفعلا سافرت اسكندريه اقعد شهر. ان انا اخرج مع اصحابي ونروح كل واحد ياخد 3000 جنيه من ابوه. في الثالثه هنشتري بقى العاب. كل واحد فيكم ياخد 3000 جنيه؟ ليه انتوا اهاليكوا شغالين ايه؟ تاني صيف وصيفت فيش. مفيش؟ انت كنت عايش الاجازه كده سبهلله؟ تفتكري الاجازه خلصت بسرعه قوي ولا كانت محتاجه تقعد شويه كمان؟ خلصت بسرعه الصراحه، يعني خلصت بسرعه بس انا فرحانه. كانت محتاجه تقعد طول العمر. لا، محتاجه تقعد شويه كمان. الاجازه كانت تبقى مفروض يوم. يوم؟ ده انت بتحبي المدرسه قوي. سنتين يا دوبك ترجع من الاجازه متخرج اصلا. ايه اكتر حاجه هتوحشك في الاجازه؟ النوم. السرير بتاعي. ليه ما بتشوفوش في الدراسه ولا ايه؟ ان انا نام، ان انا العب بالبلاي ستيشن، يعني لعب. طب قولي لي بقى بتستعدي ازاي للسنه الدراسيه الجديده؟ بنشتري شنطه والادوات بتاعه المدرسه. هجيب بقى حاجات المدرسه والشنطه والحاجه. بذاكر عشان لو في اسئله صعبه هتجيلي تانية اجاوب عليها صح. بتذاكر قبل الدراسه ما تبدا؟ ربنا يستر. ونشتري لانش بوكس جديد. ايه اكتر ماده دراسيه بتحبها؟ الماث والانجليش. شاطر فيها؟ اه. يعني ممكن تشرح لاصحابك كده؟ اه. مش الدرجه دي، لسه تلميذ يعني، لسه بتعلم، قدامي حاجات كتير. يا راجل ما تقولش كده، بكره تبقى استاذ. انا هشرح. فهمه فهمه، فهموش مش مشكلتي. انت داخله سنه كام؟ برايمري 2. تانية. رابعة. ايه خطتك للسنة الجديدة اللي هي سنة تانية؟ اتعرف على ناس جديدة واذاكر كويس. يعني مش عامل حاجة، زي كل يوم دروسي. ربنا يستر فيه.